اهلا اهلا ومرحبا بكم معايا في قناه حكايه في المطبخ. اليوم بغيت نصايب واحد الحاجه، اول مره بغيت نجربها، شفتها في اليوتيوب واحد الوصفه عجبتني سهله، وقلت نعطيها فرصه ونشوف راسي واش غادي نقدر نديرها ولا لا. وغادي نعاود لكم واحد القصه ديال المناسبه، ديال ان هاد الوصفه جديده وما نعرفش ليها، خاصني نعاود شي حاجه مضحكه سينو باش حتى الفشلات هذه تجي القصه موالمه. المهم كنحتاجوا العجينه نتاع العجينه المورقه اللي مصايبه، يعني حقيقه قد ما حيدت عليا الخدمه قد ما مزيان. العجينه المورقه اللي كنشريوها من السوبر مارشي هكايا، كنحتاجو جوج. قال لك كنحتاجو الزبده مذوبه، شويه الزبده باش نلصقو هادي مع هادي. ومن بعد ملي كنقطعوهم، انا لقيت عندي هذا صغير وراكه، المهم هادي باش غنديرو الثقيبه في الوسط ديال ديك الحلوه. صافي هاد الغلاقه، ومن بعد تستعمل سيرو. السيرو هذا باقي سخون، يلا صايبتو، كدير فيه العسل والماء والسكر، القياس كيف كيف، قد قياس الماء قد قياس العسل والسكر. اللي ما بغاش يدير العسل ما يديروش، يدير غير الماء والسكر. صافي وكنحتاجو شويه سنيده هكايا، يعني الكالوريات في هادشي ما نعاودش ليك، اللي دار ريجيم ما يديرش هادشي. المهم حنا نشوفو بعدا واش بتصدق عاد باش نهضرو واش ناكلوها ولا ما ناكلوهاش. المهم غادي نفرشو هادي. سيدي القصه ديالنا ديال اليوم، ايه بعدا خاصكم ديروا لايك وديروا كومونتير وحتى باش تفرجوا في الفيديو، ومن اللي بعد الا بان لكم شي حاجه ما عجبتكمش ديروا ديزلايك، قلبوا هذاك اللايك ديزلايك وديروا كومونتير على داكشي اللي ما عجبكمش. المهم على الاقل الواحد يبان على انه كاين. ايوا سيدي القصه ديالنا على هادشي نتاع وسائل التواصل الاجتماعي. فهاد القصه الفيسبوك، قصه في الفيسبوك. هذه واحد المراه مزوجه بواحد الراجل، الراجل خدام في واحد الشركه كبيره، يعني مزيان الحياه ديالهم مزيانه، عايشين بخير وعلى خير. ولكن المرأة شافت ان الراجل مقابل هي التليفون ديالو، هادشي جات واحد الخطرة شافت شنو التليفون، لقاتو مقابل غير الفيسبوك. الفيسبوك هكا شافتو تيدخل للجروبات هكا، قالت اش بقات تفكر كتفكر اش غادي ندير اش ما غادي. دابا رانا كنتبع داكشي اللي قال هذاك اللي دار الوصفة، زعما الا شتو شي حاجة ما خرجاتش هي هاديك ما تلومونيش، راه اول مرة هادشي غنديرو وصبروا عليا. المهم هو دار ليها هكا باش سهلت عليه، قال لك في الحطام. المهم ايوا شفتو بزاف معيق، ديما شاد ملي كمل الخدمه ديالو، كيجي للدار هو يا ملي كيجي من الخدمه كيتغدى وهادشي، ومن بعد تيدخل المكتب عنده كيكمل الخدمه، لا عنده شي خدمه طالبينها ليه ولا شي حاجه كيكملها في المكتب عنده. المهم جات قلبات التليفون، قلت لك الجروبات وهادشي، قالت اش غادي ندير اش ما ندير. اش هادشي نشوف هاد الفيديو واش تي اهم حاجه ما درتهاش شي، دابا عقلي ما حاضرش. نديرو الزبده، شتي 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 عندنا لا باش بغي يلصقوا هادو دابا. المهم على الاقل تفكرت اش دارت هاد السيده، هادي فكرت تعيات وهي تحل حلات كونت في الفيسبوك، اكيد بسميه مختلفه وهادشي داكشي اللي متعارف عليه وسائل التواصل نصو كدوب ولا ما خفت نقول كاملو. هذا هكايا ملي دارت الكونت دخلت لواحد الجروب اللي شافت راجلها داخل تيدخل ليه بزاف، قالت لك دخلت وتهضر مع الجروب وهادشي هكايا. شويه قالت لك ما طولتش القضيه، يومين ولا 3 ايام تجاتها اضافه من عند راجلها، طلب اضافه من عند راجلها. قالت ويلي كاع هادي زربه هكايا، فعلا حتى هي ما كذبت شي خبر وهي تقبلو. صافي قالت لك ولات تهضر معاه وهضروا داكشي عادي في الاول، شويه بدات الهضره كيتناقشوا زعما تيطولوا في الهضره، شويه بدات الهضره تتقلب شي شويه على انها ما بقاتش انها هي صداقه ولا شويه داكشي. والمراه كتشوف تقول واش هذا الراجل انا عندي كاع هكا مهففته
بهاد الزربه هادي هكا هي دخلت كاع التصويره ما كايناش، وتيهضر معايا بهاد الطريقه. المهم قالت غادي نتبع مع هذا الراجل تنشوف الفيلم فين غادي يوصل. هكايا انا غنتبعو نشوفو هاد الشيء كيفاش. خاصنا نوريكو قال ليك باش هاد الشيء يتلاصق. ودي ودي ما عرفت ليه واش غنضحككم القصه ولا نضحككم انا نيت. ويلي ويلي علاش ما عندي داكشي باش انا قلت نزعم على هادي نصورها. حقيقه اغلب المرات الا كنت بغيت نجرب شي حاجه ما نفكرش نصور لكم خلال تفرش وتبان حقيقتي. انني مع الكوزينه زيرو. المهم شفت الراجل شتو ولا مقابله هي ولا يهضر معاها شويه ولا يهضر معاها في صباح وعشيه شويه. الراجل قال لي كيجي من الخدمه كيتغدى بالزربه كيدخل المكتب ويبدا يهضر معاها هي كتمشي للكوزينه هكا كتبداو يشوفوا على الميساجات كتبقى تهضر معاها. قالت ويلي اش هادشي يطلع ليها الزعاف. المهم طلع ليها الزعاف ويدخل مشات خرجت من الكوزينه هي تقول مشات عنده قالت ليها فلان آه بركه يلا جيت جلس معايا في الصالون نهضروا ولا نديروا شي حاجه ولا نخرجوا ولا. هو يجاوبها قال ليها لا لا ما مساليش المدير عاطيني بزاف ديال الخدمه وخاصني نكملها قبل باش غدا نديها معايا. نديها معاك وهي عارفه شنو الفيلم شنو فيه مقابله غير هي بالهضره. صافي شفت هكا كي تقول انا غنستمر في هذا الفيلم هذا نشوف كيفاش هاد القصه هادي. انا شفت القضيه ما حدها وغادي كتطور نهار على نهار نهار ما شويه. هو يجي قال ليها راه بغيت نشوف التصويره ديالك وهذا الشيء. لا قالت لي ما يمكنش ولا وعائلتي وهكا القضيه. ملي قال لها التصويره ما التصويره السيده السيده ما عرفت شنو دير بقات تفكر تتهرب منه كتهرب منه. هو لاصقها لاصقها لا بغيت نشوفك لا بغيت نشوفك راه انا دابا وليت معجب بك بزاف وبغيت نتعرف عليك كتار. القضية دخلت في المعقول السيد صافي ولا مقابلة غا هي. قلت ليه واخا انا غادي نصيفط لك التصاور ولكن التصاور حاول انه ما يتوريهم لتحد انا غادي نصيفطو. قال لا لا ما تخافيش انا غادي نتصور انا غادي يبقاو عندي. مشات تقلب في لي بروفيل نتاع عارضات الازياء وهذا الشيء لانه هو ما تيدخلش لهذاك العالم يعني باش تاكد هي لا اختار شي فنانه ولا شي حاجه تكون صدفه ويكون تعرفها ولا شي حاجه. بغيت تقول ليه واخا صيفطت لي التصاور ديال واحد العارضه الازياء اه كطير بالزين شي وحده ما اختارتش زعما السيده راه ما السيد غير شاف التصويره. قال لها واش نتي هادي السيد داخ صافي السيد صافي ولا مغرم. قال ليها واش تزوجي بيا واحد النهار تصبح عليها قال لها تزوجي بيا. اواه المراه تصدمات صافي قالت ميمكنش واش هذا الراجل صافي حسات واخا هي راهي كتهضر معاه وهادشي ولكن حسات واحد كاع قالت انا عنده رخيصه بحال هكايا زعما كيفاش ما تقبلتهاش. ولكن قالت بلاتي انا كملت دخلت اللعبه خاصني نكملها حتى الاخر. قالت لي واخا ولكن انت يا الحاله ديالك راه قلت لي انك مزوجش يلي هذيك حتى هي نحسبها مراه ريحتها كلها بصله وكلها توما وديما جالسه ليا بالبيجاما هي كيوصلوها الميساجات والمراه كتغلي. انا ريحتي انا ريحتي كلها توما انا صافي السيده. قالت لي واخا واخا قالت لي غتخلص كلشي هادشي بلاتي عليك بشويه. المهم انا غادي نكمل هاد اسميتو هاد الحب تقطع ديال هاد الحلوه. المهم نتمنى لها حلوه ونشوفو ونرجع معاكم ملي نكون كملت صافي. جيت باش نوريكم في الطاوة
واخا انا تبارك الله خرجت لي بزاف، ومع ذلك باقي الثلث ديال العجينه. دابا غنخشيوها في الفران، قال لك هو بين 8 حتى 10 دقائق على السخونيه ديال 210. ايوا من بعد نشوفوا وجهنا كيفاش بيكون معاكم، ونكمل معاكم ليت القصه. رجعت معاكم ولكن وقع لي عتب تقني. الفيديو اللي صورت فيه انني كيفاش نصايب هاد الحلوه بالسيرو وبالسكر مشى ليا، وما لقيت ما ندير. دابا غادي نعاود لكم نقول لكم انه شنو اللي طرا. الحلوه الصراحه طلعت واعره ومقرمله، غير كان انا الحاجه اللي ما نجحاتش ليا هي هذيك القضيه ديال الزبده بين جوج طبقات، كاين جوج اللي بقاو ليا محلولين ما تلصقوش مع بعضياتهم على هذه هكا مثلا، ما لصقوش. وانا ندير لهم شويه الكراميل باش ما نضيعش فيهم، ولصقتهم صافي. ولكن صراحه زعما اللي بغى يديرها ونشجعو، انا بالنسبه لي اول مره وصدقات وشي حاجه سهله وبزربه. المهم انا غادي نكمل لكم القصه. هو الصراحه كنت عاودت القصه ملي كنت نصايب، ولكن ملي جيت نشوف لقيت والو. المهم المراه ملي قال لها بغيت نتزوج بيك في الفيسبوك، صافي ما بقات يبان ليها والو، الظلام. قالت هذا هكا وصلت بيك انك تبي تسمح في العشره وتسمح فيا وتسمح، واخا قالت لي غادي تخلص. بقات تفكر كتفكر، قالت لي في الفيسبوك، قالت لي داكشي، قالت لي على انه انت مزواج وكيفاش بغيتي دير وهادشي، وقالت لي عطيني خاصك تعطيني فرصه باش نفكر. فعلا غبرات عليه المراه سيمانه وهي كتشوف فيه كتفرج فيه كيتشيوا بوحدو، التليفون ما كيتفرقش عليه، ومهموم السيد مرفوع، ما عنده شهية الماكله، ما عنده لا الخدمه، ما تيهضر ما والو، هي كتطول في المده وكتفرج. المهم دازت سيمانه وهي تعيط، قالت ليه صافي انا راه فكرت ووافقت. قال لها والحمد لله، وقال لها صافي صيفط لي الادريسه باش نجي نخطب. قالت ليه لا، ولكن بشرط انه ملي تجي تخطب ما تجيش بيديك خاوين، الله يخليك خاصك تجي تكبر بيا قدام عائلتي. وهكا قال لها شنو بغيتي، قلت طلبي اي حاجه اللي بغيتيها نحضرها. قالت لي هي مرحبا، قالت لي شوف انا بغيت واحد طقم ديال هذاك سلسله وغورميط وخاتم ديال واحد الماركه غاليه ديال الذهب. بقى كيفكر، قالت لي قال لها ماشي مشكل ني هانيه انا نجيب داكشي امري انتيا. قالت لي انت متاكد؟ قالت لها صافي ملي نوجد الذهب نمشي نشريو هادشي راه نصيفط لك باش تصيفط ليا لادريسه. قالت لي واخا. ملي قتال دازت النهار الاول هكايا، سيد تشوف فيها هكايا غير كيطيطا وكيعيط في التليفون. شويه الغد ليه جا عندها، قال لها عافاك بغيت نسولك واش عندك شي فلوس تكوني خازناهم ولا شي حاجه. قالت ليه علاش بغيتيهم؟ قال لا راه غير شي واحد صاحبي كان مسلفني شحال هذا شي فلوس، ودابا راه جا بغي يطلبهم مني وانا ما موجودينش عندي. ايه يا الكديديب شتي وياك ولي دابا ترى الدرجه. دابا انت بغيتي زعما تزوج عليا وجاي محشمتي ما عرفتي، بغيتي تاخذ من عندي انا الفلوس باش تشري الكادو الاخر. قالت لي لا ما عنديش. المهم دازت واحد يومين، صافي السيد هو صيفط لها ميساج في الفيسبوك قال لها صافي الدب موجود، صيفط لها ادريسه. قالت لي بصح صافي شريتي؟ قال لها صافي كلشي داكشي اللي طلبتيني عليه وداك الموديل اللي طلبتيني عليه كلشي شريته. صافي هي تقول لي عندك تكون هذاك الدب خبيتيه في شي بلاصه تشوفو مراتك. لا لا خبيته في واحد البلاصه ما طيحش على بالها، واحد البلاصه. قالت ليه بحال زعما فين خبيتيه؟ قول لي انا. قال لها خبيتهم في الماليطه نتاع الخدمه ديالي، مع الماليطه اللي كندي فيها الوراق عندها الكود، وانا درت خشيت الذهب تما ودرت ليه الكود. قالت لي ويلي وعلى مراتك كاع ما كتعرفش الكود ديال الماليطه ديال الخدمه ديالك؟ اكيد تتعرفها. قال لها ما تخافيش بدلت الرقم، غير حطيت الذهب في وسطها وانا بدلت الرقم. قالت لي يا البالة ما تسالكش واش في الرقم درتي غير باش نضحك انا وياك. قال لها درت لي الرقم ديال عيد ميلادي. قالت لي واخا غادي نصيفط لك
لادريسه باش تجي. صافي بقات غبرات عليه واحد شويه، خلات الراجل هي راجلها حتى دخل الحمام، كتسنى هي ديك الساعه غير فرصه باش يتفوت على التليفون. مشى للحمام، مشات هي للماليطه، هزات الدهيب وخرجات شويه. يلا جلس هو في الصالون شاد تليفونه، وهي تصيفط ليه التصويره ديال مو في الفيسبوك. غير هو شاف التصويره ديال مو وهي تدخل عليه، هي تا هي هكا على دخلات عليه للصالون لابسه داك الداب كامل اللي شرا. السيد تصدم، صافي تما بقى مبهوض هكا، قالت لي بغيتي تتزوج عليا ياك، هو يطيح سخف. المهم قال لك دوز سيمانه في السبيطار حد باش رجع، طب انه قال هادي التوبه عمرني ما نعاود. وصافي القصه ديالنا كتسالي هنايا، ولكن نتمنى انه عجبتكم الوصفه اللي انا جربتها معكم اليوم وعجبتني صراحه. اللي ما سميتو هو المول باش قطعت، ما كانش عندي هذا كبير بزاف وهذا صغير بزاف. المهم بالنسبه للتجربه راه جات مزيانه، وما تنسوش تابوناو معايا في لاشين والكومونتير، وشكرا لكم.